صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قبل أكثر من 10 سنوات وبعد بلوغي بقليل لم أكن أعرف كثيرا من أحكام الطهارة، ومن ذلك أحكام المني والمذي، فربما خرج مني شيء من ذلك بشهوة، وكنت أصلي ولا أغتسل، وهذا بجهل مني، فما حكم صلاتي في تلك الفترة مع العلم بأنني لا أعلم عدد الصلوات ولا المدة التي مكثت على هذا الحال؟ قدر هذه الصلوات، اجتهد وقدرها واقضيها، هذا أبرى لذمتك وأحوط. نعم.